البسكاي ومالال عمرو بلاصتي جينا على ودي الطرف اللي عنده مالال اللي عندنا معاه حتى اللي ما كيعطينا القاصع ما اللي كيعطينا المعقول والبنج ما كان عليهم يجيبوا تحاري ما كانش عليهم تحيلي مينا حيت تحيلي مينا ما عرفناش علاش حيت يدوي على الواقع حراقه فهمني انا ما عندناش مع داك الشيء احنا طالعنا في راسنا تبغي نزاو تمشيو للبار اما هادشي كيف هو الوسط خويا حاري ولد دربنا وريحنا مع البارح في الطابله هو طالع مع اكتيس قاودين طالع مع طالع مع اكتيس ضاربين مع البارح الويسكي مريحين قال لينا ما خلصتونيش ما عطاونيش داكشي اللي نستاهل ومن حقه ومن حقه ما يطلعش ومن حقه ما عطاوش داكشي اللي نستاهل حاري وحقه منصور البارح ريحنا معاه ضربنا معاه ابطولي هو اللي مخلصها مسكين مريح مع ولاد حمته كامل كلشي صار هو يجي لحارس عاد قيمه الراس وتيدوي على الحقيقه حراقه شحال من واحد انا محقور ما علاش ربي كبير عاد واحد انا محقور يمشي للقصر الصغير ما معنى المماني لا عندنا خويا منال بغات تخلد داكشي ديال اوروب ولكن ما تعرفش حيت ما عندهاش فلوسهم هي ناقصه هي اصلا تواضع وهاد الكلمات اللي طلعوا ما خاصهاش طلعوا شنو الزوم كاين عائلات مع والديهم هنايا كاينين والدينا وكذا وكذا واحد تتلوز حشومه واحد الحاجه نقولها لك هادشي اللي كيديروا شو عطاو البنادم يزوم يصدقوا عليه راه حشومه وحق الله ما حافظوش كاين اخونا عجيت تمزكو انت محافظين ديالو على جاي اخويا قلت شي اخويا الرضا الطالياني هذا اخويا حاضرك ديال شفتي غادي مكبر طيمات هي اللي حاضر تفرشي في منال اه تفرشي في منال اللي كتقول منال هذيك ناديه اخويا عاوتاني ناديه هي ولا الدريات اللي معاها ترى هي ودريت اللي معاها ترى مصايبك احلى ترى حنا ما عجبهمش داك البلاد هذا الكبار ما عجبهمش داك الشيء الناس الكبار ما عجبهمش داك الشيء والكبار راه دوزوا حياتهم احنا ندوزوا حياتنا شي حاجه حاجه باينه بالروج الله يكبر فيكم اخوتي